خليني هنا اخد معايا على التليفون سياده النائب علي بدر، عضو اللجنه التشريعيه بمجلس النواب. اهلا بيك يا سياده النائب. اهلا اهلا بحضرتك يوسف بيه وبالساده إيه؟ المشاهدين. كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله كله تمام. احكي لي على هذه المساجله، ومش هسميها الخلاف لكن كانت مساجله ما بين رئيس مجلس النواب وما بين معالي وزير العدل، لن نصفها بخلاف لانه رئيس المجلس قال لا يوجد هناك خلاف بعد ان تم التصويت على التعديلات الاخيره. هو دعني في البدايه ان يعني انا اوضح ان دايما الاراء القانونيه بتبقى اراء متعدده، وبيبقى يعني يمكن الهدف منها هو مصلحه المواطن او مصلحه المتقاضين، وهي بتبقى في سبيل ضمانه اكبر او ضمانه اقوى للمتهم. وتعلم سيادتك ان يعني المتهمين امام محكمه الجنايات وليهم يعني وضع يعني كل بقى متخوف من المحاكمات طبعا، على اساس ان تبقى في احكام رابعه بتوصل للاعدام. يعني الاعدام صحيح. هو يعني اذا روح الانسان يعني بتبقى امر يعني في منتهى الخطوره، بقى محتاج اجراءات محاكمات عادله. واعتقد ان يمكن السجال اللي حصل النهارده ما بين معالي المستشار الدكتور حنفي جبال هو قامه دستوريه طبعا كبيره جدا. ودايما يمكن هو ما كانش خلاف، هو كان اختلاف وجهات النظر، ان معالي المستشار ومجلس النواب يعني هو اراد ان هو يعطي ضمانه للمتهم امام محكمه الجنايات، وهو عرض الامر على مفتي الجمهوريه للمره الثانيه، لان تعلم سيادتك ان دائما في الاستئناف بتنتقل الدعوه بالكامل الى محكمه ثاني درجه بكامل، وتعاد محاكمه المتهم من جديد من الاول خالص. طبعا من الاول خالص، وده اسمه القصر الناقل للاستئناف، اللي هو بينقل الدعوه لتنظر من جديد امام محكمه ثاني درجه، وهي محكمه استئناف الجنايات اللي هو تم الموافقه عليه اليوم بجلسه موافقه عليها بجلسه مجلس النواب. فهو حنفي بيه كقامه دستوريه دايما بيعطي ضمانات اكثر للمتهمين امام محكمه الجنايات. واعتقد ان النهارده كان من ضمن المفاجات اللي اشار اليها معالي دوله رئيس مجلس النواب، ان هذا الامر تم مناقشته في اللجنه الفرعيه، ويمكن اللي اعترض ولم يوافق على هذا الامر هم ممثلي وزاره العدل وشؤون مجلس النواب. فاعتقد ان هذا الامر يمكن كان يجب مراجعته قبل عرضه للمناقشه امام مجلس النواب، وخاصه انه قد تم الانتهاء من الموافقه النهائيه على مشروع قانون استئناف الجنايات. واعتقد ان ده بياتي كضمانه دستوريه طبقا لنص الماده 240 من الدستور، وهو انه يجب ان يتم محاكمه المتهم امام محكمه الجنايات على درجتين، وهو ما اقره مجلس النواب اليوم عظيم في جدا. الجلسه العامه. علي بيه، يمكن في حاجات مهمه يمكن الواحد لفت نظره او التفتنا اليها في هذه الجلسه وفي هذه المناقشه تحديدا اللي تمت من قبل رئيس المجلس مع وزير العدل. اولا، هي مش بس انه المستشار حنفي جبالي اتكلم على الدستور وانه لا يجب مراجعه ما تم التصويت عليه تحت قبه البرلمان، لكن كمان اتكلم على حاجه مهمه جدا، الا وهي وقع احكام الاعدام، وهي شديده الحساسيه امام المجتمع الدولي، لانه هناك دول كثيره الان في العالم لا تقوم بتوقيع عقوبه الاعدام ايا كان شكل الجريمه او حجمها او مقدار ثبوتيتها يعني. وبالتالي تمام، رئيس المجلس ركز قوي على مسألة نظرة المجتمع الدولي لمجلس النواب وللمنظومة منظومة العدالة في مصر، ودي حاجة مهمة. الحاجة الثانية هي مسألة مخالفة اعتراض ممثلي الوزارتين لحكم صادر عن محكمة النقد في السنة القضائية 75 لسنة عام 2006. فهنا يجي السؤال، ازاي ممثلي الوزارتين اعترضوا ولم يلتفتوا للحكم القضائي؟ هو انا عايز بس اؤكد سبي في البدايه ان ممثلي الوزارتين اوقات ليهم وجهات نظر في بعض المسائل القانونيه، لان الامور القانونيه دايما بتحتمل العديد من الاراء، والجميع بيبقى بيصب زي ما سيادتك ما قلت
على ضمانات لمحاكمة المجتمع، محكمة الجنايات، خاصة أن المجتمع الدولي يرفض بشكل كبير عقوبة الإعدام. ولكن الجميع، عايزين نتفق على أمر، إن هذه جميعا آراء قانونية يجوز مناقشتها، ولكن هو ما أحب أن أنا أوضحه إن عرض التعديلات لقانون الإجراءات الجنائية تمت في وقت قصير جدا. فأعتقد العديد من ممثلي الوزارات لن يتم له الوقت الكافي لكي يتم مراجعة هذه الأمور، لكن هو ده يمكن عادة ما بيحدث في اختلاف الآراء القانونية دي لضيق الوقت، فما حصلش إن حصل توافق بين الجميع على رأي واحد. يمكن ده اللي ظهر النهاردة في جلسة مجلس النواب، إن كان في آراء عديدة لمسائل قانونية يمكن محددة، ويمكن الوقت لما كان ضيق في عرض ومناقشة التعديلات اللي هي تمت في شأن استئناف الجنايات على درجتين، هو ده اللي يمكن وجد عدة آراء. ولكن يعني أنا عايز أؤكد بس علي بيه، تجد أنه ضيق الوقت هو مبرر للاستعجال أو عدم التريث أو عدم دراسة الموقف بكامله وبرمته في أحكام متعلقة بالإعدام؟ يعني زي ما قال السيد المستشار حنفي جبالي، ده إعدام، فلازم ناخد كافة الضمانات. عشان كده كان الإصرار على أخذ رأي فضيلة المفتي مرتين، لأنه ده إعدام. هو بص يا يوسف بيه، هو أنا بتحدث عن إن الوقت كان قرب تنتهي مدة العشر سنوات اللي نص عليها الدستور. أيوة. هو ده اللي خلى إن كان يجب أن ننتهي من إقرار ومناقشة وإقرار مشروع قانون استئناف الجنايات في موعد لا يتعدى 17 يناير الحالي. فهو ده اللي أنا يعني قصدت إن هو النظرة لضيق الوقت، ما حصلش إن الجميع قعد وخد مناقشات وخد وقته في هذا الأمر، وخاصة إن إحنا كمان كمجلس نواب في لجنة فرعية مشكلة طبعًا لإعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية هيتم الانتهاء، وده ظهر حتى جليا في خلال جلسة العامة بالأمس واليوم. صحيح. من الاختلاف على موعد تنفيذ هذه التعديلات، الحكومة كانت بعتة إن موعد التنفيذ يبقى أول أكتوبر من العام القضائي 2024، يعني 1/10/2024، والمجلس التقى انه يتم التطبيق فور نشره بالجريده الرسميه، وطلب ان يتم تنفيذ وتفعيل هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ لنشره طبعا في الجريده الرسميه. ويمكن ده اللي ادى ان المحاكم كلها بدات تستعد من الامس وبدات تبعت نشرات للقضاه عشان ان القانون فور صدوره يتم تنفيذه على الفور. فاذا الوقت اللي انا قصدت اتحدث عنه يمكن ما كانش كافي، لان يمكن العشر سنوات كانت قربت تنتهي، وكان لابد زي ما اشار معالي دولي رئيس مجلس النواب لان المجتمع الدولي شديد الحساسيه طبعا فيما يتعلق باحكام الاعدام. صحيح. ولهذا كان في اصرار من رئيس المجلس، بل والمجلس الحقيقه بتصويت اغلبيه، انه لازم يتم مراجعه راي المفتي مرتين وليست مره واحده. اشكرك اولا سياده النائب علي بدر عضو اللجنه التشريعيه بمجلس النواب،